السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي اليوم هو في طرق تخصيص الكتل على القرص للملفات Allocation Methods، والسؤال هو What is the information stored in the directory concerning file location in each of the most commonly used allocation methods؟ ما هي البيانات التي تخزن في الدليل والمتعلقة بموقع الملف في كل من طرق التخصيص الأكثر استخداماً؟ طرق التخصيص الثلاثة الأكثر استخداماً هي التخصيص المجاور Contiguous Allocation، والتخصيص المرتبط Linked Allocation، والتخصيص المفارس Indexed Allocation. تختلف المعلومات المخزنة في الدليل فيما يتعلق بموقع الملف وفقاً لطريقة التخصيص المستخدمة. كما نعرف في التخصيص المتجاور أو المتصل Contiguous Allocation يخزن الملف في كتل متجاورة، وهذه الطريقة تسمح بكل من الوصول المتسلسل والمباشر Sequential and Direct، إلا أنها تحتاج أن تكون الكتل Blocks المخصصة للملف متجاورة أو متصلة Contiguous. فمثلا إذا كان لدينا الملف ABC مخزن في الكتل بداية من 100 وإلى 300، فإننا في الدليل عند اسم الملف بالإضافة للمعلومات الأخرى المتعلقة بالملف مثل تاريخ الإنشاء، وقت الإنشاء، القياس إلى آخره، نخزن المعلومات التالية المتعلقة بموقع الملف Starting Block Address Start Block Address وطول الملف Length of the file أو عدد البلوكس. في هذا المثال أول كتلة هي 100 وطول الملف بالكتل يساوي 200 كتلة، وبهذه الطريقة عند طلب أي كتلة مثلا الكتلة 20 نقرأ من دليل Start Block Number ونضيف 20 إلى هذه القيمة لنحصل على عنوان البلوك الفيزيائي على القرص. في التخصيص المرتبط Linked Allocation نعرف عنوان أول كتلة أو بلوك مخزن عليها الملف، هذه الكتلة بدورها تحتوي على مؤشر Pointer إلى الكتلة التالية، الكتلة التالية تحتوي على مؤشر إلى الكتلة التي تليها وهكذا، وتحتوي آخر كتلة على Null Pointer، أي أنه عند هذا الملف ABC نخزن فقط عنوان أو رقم أول كتلة Starting Block Number أو Address، وهو في هذه الحالة 500. هذه هي المعلومة الوحيدة المتوفرة في الدليل، عنوان أول كتلة أو بلوك مخزن عليها الملف. وللرجوع إلى الكتل الأخرى يجب تتبع المؤشرات Pointers، وبهذا فإن طريقة النفاذ إلى الكتل في هذا الملف هي تسلسلية فقط Sequential Access، وهذه هي أحد سيئات هذه الطريقة. طبعا الحسنة واضحة أنه يمكن استغلال مساحات الذاكرة بشكل أفضل. بعض أنظمة التشغيل قد تخزن كذلك End Block Number، ونفرض رقم هذه الكتلة يساوي 900، أي هنا نخزن 900، إلا أنه في أغلب الحالات تخزن Starting Block Number. هذه المعلومة End Block Number قد تكون مفيدة في حالة الإضافة إلى آخر الملف، في هذه الحالة لا يجب تتبع الروابط، يمكن مباشرة قراءة رقم هذه الكتلة، حجز كتلة جديدة وتخزين البيانات فيها، وضبط المؤشر في الكتلة الجديدة على Null، وضبط الرابط في هذه الكتلة 900 إلى الكتلة الجديدة. في طريقة التخصيص الثالثة التخصيص المفارس Indexed Allocation، هذه الطريقة تدمج بين الطريقتين Contiguous Allocation و Linked Allocation، أي أن الوصول يمكن أن يكون مباشر ولكن ليس بالضرورة أن تكون الكتل متجاورة. لنفرض أن الملف ABC مخزن على الكتل 50 60، لنفرض هنا 90 110 إلى آخره، نخزن جميع هذه العناوين في كتلة معينة 50 60 90 110 إلى آخره، ولنفرض أن رقم هذه الكتلة هو مثلا 80، بينت هذه الكتلة على الجنب للتوضيح فقط. إذن فيما يتعلق
بالمعلومات عن موقع الملف ABC، فبالإضافة إلى المعلومات الأخرى نخزن Index Block Address أو Number، وهو في هذه الحالة 80. يجب الانتباه أن الكتلة 80 تخزن أرقام الكتل التي يخزن عليها الملف، وهذا يسمح بكل من الوصول المباشر والتسلسلي، وفي نفس الوقت يتم استخدام الذاكرة بشكل أفضل كما هو في التخصيص المرتبط. إذن عند فتح هذا الملف يتم الرجوع إلى الدليل لقراءة الكتلة الفهرس، ومن ثم تقرأ محتويات هذه الكتلة إلى الذاكرة، حيث الآن أصبحنا نعرف الكتل التي تخزن الملف. إذا أردنا الرجوع إلى الكتلة مثلا 2012 مباشرة، نعرف أن هذا السجل مخزن في الكتلة 90، هنا في الواقع C. باختصار، تختلف بنية الدليل والمعلومات التي يخزنها بناء على طريقة التخصيص. في التخصيص المتجاور يقوم الدليل بتخزين عنوان كتلة البداية وطول الملف. في التخصيص المرتبط يقوم الدليل بتخزين عنوان كتلة البداية، وتقوم كل كتلة في الملف بتخزين عنوان الكتلة التالية. في التخصيص المفارس يقوم الدليل بتخزين عنوان كتلة الفارس، والتي تحتوي بدورها على عناوين جميع الكتل التي يستخدمها الملف. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.